السلام عليكم باباتي طلاب المرحلة الرابعة. وعليكم السلام دكتور. وعليكم عليكم السلام. السلام دكتور. عليكم السلام. شلونكم باباتي؟ وعليكم السلام دكتور. شلون وضعكم بالدراسة؟ شلون أحوالكم؟ والله الحمد لله دكتور. الحمد لله. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق إن شاء الله والسداد والنجاح إن شاء الله يا ربي. آمين يا رب. إحنا اليوم إن شاء الله نواصل محاضرتنا بالموضوع الثاني اللي هو Mathematical Representation for Physical System. أخذنا Introduction عن الموضوع، أخذنا شنو أنواع الموديلينج، أخذنا وين إحنا بدنا ندرس بيا أريا، أخذنا شنو Mathematical Model، أخذنا شنو Transfer Function، شنو S domain، شنو time domain. الآن إذا نقول هذا سيت من الordinary differential equation، معناتها إحنا دا نحكي بيا time بيا domain، بالtime لو بالfrequency. بالfrequency من يجاوب بالfrequency إذا نحكي ordinary differential time. equation time domain. عافية. وإذا نحكي transfer function معناته ده نحكي وين؟ ده نحكي بالفريكوانسي دومين. عافية. من هو اللي حولنا بين الفريكوانسي دومين والتايم دومين؟ شو نسوي للسيستم ويتحول من الفريكوانسي دومين إلى من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين؟ شو نسوي للسيستم؟ أداة هي تابلس تحول بين التايم دومين للأس دومين. إذا هو عندنا ordinary differential equation أو steady space اللي هو الوجه الثاني للordinary differential equation، قلنا الordinary differential equation إذا نرتبها على شكل x dot تساوي لنا ax plus b u و y تساوي لنا cx plus du، هذا وجه آخر form أخرى للtime domain اسمه steady space. هذا الordinary differential equation سواء كان هو set من الordinary differential equation أو steady space، إذا أخذنا له S domain، إذا أخذنا له Laplace دكتور، فمعناه تحولنا إلى ال frequency domain أو إلى ال S domain. إحنا نقول S domain أو time domain. ال S domain معناته ده نحكي على ال frequency domain. وإذا نعم بس انت تقول steady state، يمكن steady space تختلف عن steady لا باباتي مو بالبداية بالتغير state space اثناء التغير، مثلا من تشحن المتسعة او غيرها يسمونها حالة هذه state space. على كيفك خل اوضح لك يلا حتى تمام. steady space او steady state، steady space هو ان اسمي لشيء واحد، الستيدي ستيت معناتها تايم دومين لكل ستيت، فانا من اقول ستيدي ستيت نفسه هو الستيدي سبيس. الستيدي سبيس هو دراسة الحالة بمفهوم الماتريكس. الماتريكس هذه الاي بي سي هن اسمهن ستيدي سبيس، والستيدي ستيت هي دراسة الستيت اللي هن نفسهن x1 dot x2 dot x3 dot، هاي اسمها states، حالة من حالات السيستم. إذا السيستم عندك 2 degree معناتها بي 2 state space status، يعني بحالتين من التايم دومين. يعني أنت إذا تدرس 2 function متغيرة مع الزمن، يعني كل states معناتها هي على سبيل المثال إحنا عندنا بالدوائر الكهربائية هي مثلا الكرنت والفولتج، بالميكانيكال سيستم هي كانت تكون مثلا سبرينج ودامبر او ماس وسبرينج، متغيره سبرينج متغيره الديسبلاسمنت مالته والماس متغيره الكتله مع الزمن. هذا المفهوم. فذني كلهن تسميات لشيء واحد، كلهن معنات ان ندرس الفيزيكال سيستم بالتايم دومين. واضحة؟ عندنا بالترانسفير فانكشن
تو باراميترز، عندنا نيومينيتر ودينومينيتر. الدينومينيتر اللي هو المقام، هذا يمثل الكاركترستيك كويجن للسيستم اللي هو يقابله بالستيت سبيس الاي، والنيومينيتر هذا هو اللي يمثل الانبوت، حالات الانبوت للسيستم اللي هو يمثل البي ماتريكس بالستيت سبيس. هذين المفاهيم المفروض الان ما تخربطون بهن انتم. ذن المفاهيم هن بدايات الماثماتيكال موديل او الماثماتيك ريبريزنتيشن للسيستم، سواء كان السيستم هو ديندرس تايم دومين او فريكوانسي دومين. هو لا تنسون هو نفس السيستم، بس هذني شيئين رياضيين، فورمين رياضيين يتعاملون بهن لدراسة السيستم، لان احنا راح نشوف احنا السيستم مرات مو ما نقدر كليته ان ندرسه as all. التايم دومين يتعامل ويا السيستم as all، لذلك دراسة السيستم بالتايم دومين اعقد واصعب، فلجأوا للفريكوانسي دومين حتى يجزئون السيستم الى كل الباراميترز، كل باراميترز يدرسونه واحد. لذلك احنا راح نشوف نتقدم بالدراسة ونروح مثلا اخر موضوع بهذا السمستر راح ناخذ شيء اسمه روت لوكس. روت لوكس هذا رسم نرسمه احنا بالفريكوانسي دومين، راح نشوف احنا نقدر نراقب كل روت من السيستم. هذا السيستم احنا بصف ثالث من درسنا الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن ايش قلنا؟ شبيهه بالدينومينيتر بها بولز، وبالنيومينيتر شبيهه بها زيروز. هذني كل واحده من عندهن هن يمثلن سواء البول او الزيرو يمثلن ستيت من السيستم. السيستم عنده 5 ستيتس مثلا، عنده 3 بولز واثنين زيروز، فهذني الاثنين الزيروز راح نشوف ان يتعامل ويا الانبوت مال السيستم، والثلاثه البولز ان يتعامل ويا الاوتبوت مال السيستم. بالفريكوانسي دومين راح يمكننا من دراسه كل واحده من هذول الروتس سواء كان بول او كان زيرو، نراقب شو وقت يروح للانستابل، شو وقت باقي هو ستابل. هذا السيستم اذا زيدنا الجين مالته الى متى يظل هو ستابل، ويا يا ستيت من ذني حتطلع، يا هي سبب المشاكل. راح نروح بالفصل الثاني نقوم ندرس شلون نصمم كومبنسيتر او بي اي دي كنترولر حتى يعالج لنا مشكله هاي الستيت اللي هي سبب المشاكل بالستيبل. الان انت عندك مثلا منظومه كهربائيه، فانت هذه المنظومه الكهربائيه ولا ما تشغلها فتره تصير انستيبل، بس انت ما تعرف يا باراميتر دي يسبب لك الانستيبلتي هذه. بالتايم دومين صعب جدا عليك تسوي استيميشن ليا يا يا باراميترز هو سبب المشكله. الفريكوانسي دومين اسهل، ليش؟ لان الفريكوانسي دومين وكانه انت دا تسوي فريزنج للسيستم. شنو يعني فريزنج؟ شلون احنا بالطب من يعجز الطبيب على انه يسوي بريدكشن او استيميشن تخمين او تقييم لحاله المريض، فشي يقول له مرات يقول له والله احنا راح نسوي جراحه، نسوي جراحه استكشافيه، نسوي العمليه الجراحيه ونشوف شنو هذا البيك. احنا نفس الشيء بالهندسه بالموديلنج، احنا ما نقدر نظل مشغلين السيستم بالتايم دومين وما نعرف سبب المشكله وين. فقالوا الفريكوانسي شو يسوي؟ يسوي ديب فريزنج، يوقف السيستم عد مثلا زمن 5 ثانية ورا ما اشتغل ب5 ثانية، وياخذ كل قياسات البارامترز مال السيستم. كان يكون دائره كهربائيه ياخذ الباور، ياخذ الكرنت، ياخذ الفولتج، ياخذ قيم المقاومات، ياخذ الستورج اليمنت قيمهن ايش قد، متسعه محاثه ايش قد، هذا اني صارن ايش قد صار تشارجنج بالكاباسيتانس. الامبليفاير كان يا قيمه يقرا مثلا اذا عندك بالدائره هذه امبليفاير، وهكذا كل هذا اني قاسن عد 5 سكند.
هذا يسمونه فريزنج. فهو كأنه شنو؟ كأنه فسخ للسيستم وعرف كل حالة إيش تقرأ. عنده هو بالتصميم ليميتيشن، قيمة المتسعة ما تزيد عن هالقد. الأمبليفاير لازم ما يكبر ويطلع قيمة أكثر، فراح يشوف وين يا حالة من حالات السيستم أو يا باراميتر من هذول الباراميترز صار انستيبل أو طلع عن حدود الاستيبلتي اللي راسمها هو بالتصميم فيعرف. هذا الديب فريزنج اللي احنا سوينا هذا ما يجي بالتايم دومين، هذا وين يجي؟ دائما بالفريكوينسي دومين. فهاي الفلسفة مالت التايم دومين والفريكوينسي دومين. انطيتكم هومورك لهذه الدائرة اللي احنا نريد نسوي لها مودلنج. الان اريد اطلع ترانسفير فانكشن لهذه الدائرة، وبعدها اريد اسوي ستيدي سبيس. طبعا احنا اني بالمحاضرات عندي اكثر من مثال واكثر من سولفد بروبلم، فدائما كل سنة اخذ حالة موجودة هي ونظل نركز عليها حتى نفهم المودلنج. مثلا العام الماضي ركزنا على الدي سي ماتور، حتى انطيتهم هومورك يروح يجيبونا ترانسفير فانكشن لانواع مختلفه من الدي سي ماتور. السنه هذه الدائره هي اللي راح تكون محور شغلنا بهذين الاسبوعين القادم. يعني الان انا شفت الهومورك مالتكم لحد الان ما بيكم واحد حل الدائرة كاملة، أكو أخطاء عندكم بالحل. يعني هيك أخذت نظرة سريعة، يجوز بيكم واحد حاله صح ما أعرف، أخذت أنا تقريبا 4 طلاب أو 5 هيك باوعتهم. فهسا حرجع اليوم أشرح لكم شرح، لأن أنا حالها هاي الدائرة. راح أشرح لكم الحل وتحلونه، لأنه راح نحل إحنا بطريقة هذه، ونحل يعني بطريقة اللوب وبطريقة النود ونقارن بيناتهم، وبعدها نروح نطلع على ستدي سبيس، نجي نقارن بين الستدي سبيس والترانسفير فانكشن، لأن إحنا اليوم راح نأخذ شلون نسوي كورليشن بين الستدي سبيس والترانسفير فانكشن. دكتور إحنا بس بمعادلة بالمش يعني التبسيط راح تشوفها من نستخدم الماتريكس راح الحدود ما تتوسط، تصير كلش طويلة يعني، ولابد ما تغلط بيها. فكتبنا المعادلات واستخدمنا الماتلاب طلعنا الفاينل انسر، بس بالنود لا عادي تطلع. الماتلاب ما يطلع لك الاناليتيكال سوليوشن، لان الماتلاب هو الماتلاب بيعاز اسمه سمبليفاي، يعني تبسيط. اصلا هو الماتلاب من يحول من الستدي سبيس الى يعني من التايم دومين للفريكوينسي دومين يخلي شيء اسمه زيرو اوردر هولد، وهذا الزيرو اوردر هولد يزيد اوردر السيستم بواحد، فدائما يطلع عندك فرق بالاوردر مالت السيستم، فما راح تطلع الترانسفير فانكشن مثل ما هي. انا حشير لكم الحل اللي انا حاله قديما، واحتمال هو خطا يعني يعني ما بالأخير مقيم للآر وللسي ونقارن، لأن هاي العملية تطول، فهذه حنسويها السنة. إحنا سويها دائما بالمحاضرات كل سنة أخذ ستيت فد حالة معينة بالمحاضرات وندرس عليها. العام الماضي إحنا درسنا أكثر شيء على الديسيماتور، واخذنا اكثر من حاله، انطيتهم هوم ورك ايضا يروح يجيبون براكتيكال يعني ترانسفير فانكشن.
حتى يفهموا. حتى بالامتحان النهائي والمتر جبت لهم موديلنج مال ديسيماتور. هذا العام اكثر شيء حنركز على هذه، مو على مساله الامتحان، يعني حناخذها اكثر من مره مثال. ايضا نروح نحولها من ستادي سبيس الى ترانسفير فانكشن وبالعكس وهكذا. فالهوم ورك اللي انطيتكم اياه اكو اخطاء عندكم، اخطاء مو صحيحه، اخطاء فهم الدائره. يعني يقول الفي اوت تساوي الفي سي، هاي خطا. شلون يصير الفي اوت ما تساوي الفي سي، تساوي الفي ار 3. فانت من تحل باللوب تاخذ 3 لوب وتكتب ايضا الفي اوت يساوي ان الاي 3 في الار 3، او تخلي اي 4 وتقول الفي اوت يساوي الاي 4 فقط يكون يمر بالار 3. بعدها حطلع الدلتا لان حتحل بسامسون رول، وتطلع الدلتا وبعدها تبادل بين الاوتبوت مع الاي 3 وتوجد الدلتا اي 3، تقسم الدلتا اي 3 على الدلتا حيكون عندك الاي 3. من طلعت الاي 3 طلعت لك الفي اوت، تقسمها على الفي ان، استخرجنا المطلوب اللي احنا نريده. بالحل بالنوتس لا، الموضوع يصير من ناحية المعادلات أسهل. هسه هذه المعادلات مالت اللوب حتكون معقدة من تطلع الدلتا، الحل أطول. هنا بالنود حيكون عندك معادلتين الرئيسية هذولا، لأن عندنا احنا تو مين نودز. فمن خلال هذه حيطلع لك السيستم ايش قد سكند أوردر، هناك فورث أوردر. راح نشوف انه هذا بعدين من حنرسم له بنهاية السمستر روت لوكاس، حنشوف انه اكو عندنا كل ترانسفير فانكشن لها، مثل ما درسنا بالصف الثالث بالسيجنالز اند سيستمز، كل ترانسفير فانكشن لها زيروز هم الباراميترز او الروتس مالت الدينومينيتر، وعندها شيء اسمه زيروز اللي هم الروتس مالت النيومينيتر. هذول حنشوفهم انه لما يكونون فورث اوردر اكو يتكنسلون حتى تصفى المعادله ايش قد سكند اوردر. هذول حنشوفهم. انا بنهايه المحاضره حشير لكم الفاينل اكسبريشن بالحل، لان انا حال هذا السيستم هسه، يعني اشوفكم جزء من الحل. هذه بابات الدائره مالتكم، هذه الثري لوبس. الان انت حتى توجد لازم تطلع الدلتا 3 والدلتا، من تحلهم النهائي حيكون هذا المفروض الاي اوت على الاي ان. هذا انا ما ماخذ نيوميريكال فاليو ومشيك، حنحلها بالنوت. حنطيكم هذه، يعني هذه، وحنطيكم ايضا هذه اللي هو الحل بالنوت. انتم حالين من عندكم هذا، اوكي، ونشيك نقارن نشوف فين الحل الصحيح. اوكي، هذا ما يخص الهامورك مالتكم، ونستمر بعدين نكمل. اليوم حنروح لمفهوم الستادي سبيس، احنا درسناه هذا وحكينا على الستيت تراجكتوري شلون نحلها، احنا حكينا على الستورج اليمنت، وحكينا على الستاتس كل واحدة منهم. عرفنا الماتريسيز، عرفنا الاي على انه هي سيستم ماتريكس اللي هي الكاركترستيك اكويجن، حكينا على السايسو سيستم والمايمو سيستم، حكينا على البي على انه هي الانبوت ماتريكس، والسي هي الاوت ماتريكس، والدي قلنا هي الفيد فورورد ماتريكس اللي هي تكون عندنا فقط لما يكون عندنا مالتي انبوت مالتي اوتبوت، يعني بالمايمو سيستم. حكينا على هذا البلوك دايجرام وشلون يشكل لكل بروبلم، واليوم عندنا الترانسفير فانكشن. الترانسفير عفوا دكتور، سؤال. نعم تفضل دكتور. الاكس 1 والاكس 2 على اي اساس مثلا اقول اكس 1 تساوي في سي؟ يعني هو يعطيها بالسؤال لو انا اخذها من عندي؟ لا، احنا انا كسولف
اذا بالاسئله انا يعني حاشر لك شلون اللي هسه بهذا المثال ماشر لك الفي اوت من الار 3 فمعناته لازم انت تاخذ الفي ار 3 هي تساوي واي مثل ما احنا هنا بهاي الدائره البسيطه فرضنا الفي سي تساوي الواي لانه هو العنصر اللي احنا نريد ناخذ القراءه مالت الاوتبوت من عنده فمو بالضروره دائما الفي سي هي الفي اوت لا يعني وين عندي مؤشر الفي اوت منين ماخذه بعدين من راح نخلي ويا هذه الدائره اوبريشن امبليفاير راح يكون الاوتبوت على طرفي الاوبريشن امبليفاير لان هو اخر ستيج وراح نشوفها من راح تسلسل الامثله راح تكون واضحه بالنسبه لكم اوكي بابا نعم الاكس 1 والاكس 2 من اخلي مثلا اكس 1 تساوي في سي يعني المتسعه دائما اكس 1 لو الملف لا لا لا, لا محمد مو دا جاوبك هذا هسه مثلا انا هنا من قايل في سي تساوي الواي بهذا المثال مال ار ال سي سيركت مال كاتب لك انا فيجر هذا باعه فيجر 2 1 هذا فيجر 2 1 اذا نرجع له هو هذا هاي سبيشال كيس على على فالدائره دن 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 نحكي عنها الدائره الاولى هذه 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 ار ال سي سيركت مربوطات سيريز طبعا هذا هو نفسه اللي هو فيجر 2 1 هسه اذا نرجع على ال 2 1 هذا اللي اقصداني اول فيجر تعاملنا وياه بالدائره هذا اوكي هذا انا اريد هذا الفي اوت جيت رسمتها هنا أنا رسم اوضح لان ذاك هيك رسم بس توضيحي هذا هذا الفي اوت من الفي سي بس هنا بهاي الدائره اللي مثلا بالهوم وورك انا الفي اوت شوفه مؤشر هنا على الار 3 لو هاي الار 2 ماكو ممكن نقول لان هذني بارالل تصير الفي اوت يصير صح الفي سي بس انا عندي هذه الار هذا ناكو فولتج ديفيجن فما يمكن يصير فوين انا مؤشر الفي اوت هنا لو اجي اربط هنا أنا اربط اوبريشن امبليفاير وراح نشوف بعدين مستقبلا نهايه المحاضرات احتمال اكو مثله ورابط اني اوبريشن امبليفاير ومؤشر الاوتبوت منين من ال الاوتبوت مال الاوبريشن امبليفاير بعد ما له علاقه بالار 3 ولا بالسي والكذا ومنين اني رابط وكانه رابط اوفوميتر وداقيس وين رابط اني على يا باراميترز هو يصير الاوت هو يصير الواي واضحه عفوا دكتور هسه لو نجي للحل يعني الدائره الاولى هاي الموجود عليها الحل دكتور قبل هاي الصفحه الار ار سي سيركت السيريز اللي هو هسه نحكي عليه هنا بهاي الصفحه ايش بيها والله دكتور رجعنا عليها بلا زحمه نعم ايش بيها دكتور هسه لو تنزل الحل قال الاكس 1 تساوي في سي والاكس 2 تساوي اي للال اقصد وين الحل؟ دكتور هو من حال بالاخير هنا أنا. هذا محمد هذا ناقشناه دكتور هذا ناقشناه ديتيلز ورجعت لك عليه اكثر من مره هذا دا نقول لما نقول الواي تساوي هذه الاكس 1 تساوي في سي تذكرها ارجع للتسجيل مع المحاضره رجعنا عليها ثلاث مرات او اربعه الاكس 1 يساوي الفي سي الواي انا منين ماخذه من الاكس 1 اذا الواي هو الفي سي مثل ما هسه انا رجعت بهاي الصفحه شوفها هسه هنا هذا من حلينا ايش طلعت لنا الماتريكس الاخيره الواي 1 0 من تضربها بالاكس اللي هو اكس 1 اكس 2 اذا الواي تساوي لنا الاكس 1 اللي هو انا هنا بالحل ايش قايل الاكس 1 يساوي الفي سي الفي سي شوفها هي الاوت هنا انا من رجعت دا اقول هسه من دا نحكي على الترانسفير فانكشن بهاي الصفحه ايش دا نقول دا نقول الفي سي تساوي الواي نفس التعبير احنا دا نقول الواي تساوي لنا 1 0 في اكس 1 اكس 2 اذا الواي هو الاكس 1 احنا قايلين الاكس 1 هو الفي سي واضحه دكتور يا ريت ترجع على الفرضيات في المثال والله ما فهمت باباتي راجع راجع المحاضره ما معقوله محاضره ارجع على تو سلايد وهي مساله كلش سهله دا نقول هي ار ال سي سيركت هذه مال صف اول باباتي دكتور بس الفرضيات ما اعرف عليها فرضيات دا اقول لك الاكس 1 هي الفي سي والواي احنا مو عندنا معادله
تقول ال y تساوينا c x plus d u. هذه انتوا ليش تخلوني بعدين اسرع بالمحاضرات؟ انا عندي منهج. هذا ال v c ده نقول هو ال x1. ال y تساوينا c في x1 في x. ال x من هو x1 x2. ال c 1 0. اذا ال y يساوينا ال x1. انتهى الموضوع. ما بي فرضيات هو. اذا هاي بيها فرضيات صار لكم اسبوعين وياها ومدى تواصلون وياها. اقرا بتركيز وارجع اسمع التسجيل مال المحاضره. صار هاي خامس مره نرجع على نفس الفرضيه. دا اقول ال في سي هو ال في اوت. ال في سي ده نفرض هذا هو اكس 1 يساوي في سي. الواي مو عندنا معادله، الواي تساوي سي اكس بلس دي يو. انتهى الموضوع. ما يراد له يعني فد شيء. هذا مو عندي هذه الاكس دوت تساوي لنا مجموع تساوي لنا السي اكس بلس الدي يو. انتهى الموضوع. ما يراد له يعني هذه المعادله. هذه معادله اللي توصف لك الاكس دوت، معادله الواي هذه اللي هي سي اكس بلس دي يو. هذه 1 0 هي السي. الاكس هي اكس 1 اكس 2. نرجع على الترانسفير فانكشن. الان انا طلعت ترانسفير فانكشن، اريد احولها الى الستدي سبيس اللي هو موضوعنا اليوم. الان هذه الترانسفير فانكشن متكونه من نيومينيتر ودينومينيتر. ده نشوف احنا هنا النيومينيتر مالتنا واحد، بينما الدينومينيتر هن تو ستيتس، يعني عندي روتين. لذلك احنا شو نقول؟ نقول هي سكند اوردر. هذا الترانسفير فانكشن قلنا تعريف الترانسفير فانكشن هو شيء يربط او يوصف العلاقه بين الاوتبوت والانبوت. الاوتبوت هو الواي والانبوت هو اليو. اذا هي ريشيو بين الانبوت والاوتبوت. هذه الفورم مالتها. الان احنا بالامكان بالماتلاب نتعامل ويا هيجي فورمات. ممكن نطلع الستيدي سبيس من الترانسفير فانكشن، وممكن نطلع الترانسفير فانكشن من الستيدي سبيس. كاتب لكم اني الكود مالت الماتلاب. الان اذا تجي تعرف بالماتلاب وتستخدم هذا الايعاز اللي هو الستيدي سبيس تو ترانسفير فانكشن، او الترانسفير فانكشن تو ستيدي سبيس، راح يسوي لك تشينج بتوين ذيم. تسمعوني باباتي؟ نعم دكتور. الان أنا ممكن أشير لكم الماتلاب ونشوف هذا الشيء على ما يسوي انستليشن الماتلاب. هذا الإعاز بابات يشوفه. إذا أنا أريد أحول من الستدي سبيس إلى الترانسفير فانكشن، ده تشوفونه لازم أعرف من هو، لازم أعرف الأي ماتريكس. طبعا هذه يعني يا اللي دا استخدمها، دا استخدم هذه الفورم اللي بالنهايه طلعتها. هذول انا من حكيت الاي والبي والسي من حليتهم هذول. شوفوا هذا الاي، هذا البي، هذا السي، وهذا الدي. جيت انطيتهم للماتلاب. الاي هذه كلكم تعرفون شلون تكتبون الماتريكس لو ما تعرفون بالماتلاب. تعرفون؟ نعرف دكتور. هتعرف ال A وال B وال C وال D. بعدها هتستخدم هذا الإعاز اللي هو ال SS، معناته steady space to ال TF هو transfer function. تعرف لل A B C. طبعا بالماتلاب انتو كلكم ماخذين كورس ماتلاب. هذا الديفولت الإعاز. إذا أنا مستقبلا راح نشوف، راح ندرسها بالشابتر الثالث يعني بالمحاضرات، المحاضرة الثالثة بالبلوك دياجرام ريدكشن. أيضا حنطيكم برنامج بالماتلاب أي بلوك عندك، حتى لو يكون N بلوكس 100 بلوك عندك، تقدر من أي بلوك تسويه هو الأوتبوت. أكو هنا أنا ويا الستدي سبيس فارزة تخلي I. الآي هو تعرفه هو النمبر يا 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 بلوك ال1 ال2 3 وهكذا. الان هو ديفولت احنا ماخذينه 1، فما يحتاج تكتبه، تكتب فقط اي بي سي دي. هذول حينطيك الترانسفير فانكشن. اذا انا اريد اوجد الستدي سبيس عندي ترانسفير فانكشن، واريد اوجد الستدي سبيس،
بالعكس هعرف الترانسفير فانكشن واقول له حول لي اياه الى الستيت سبيس. فاعرف النومينيتر والدينومينيتر. النومينيتر مالتي واحد، الدينومينيتر مالتي هذول لازم اعرفهم الال سي هذول. الان انا دا احكي شنو دا احكي باراميترز كاركترز عندنا بالبرمجه. ممكن انطي بعدين النوميريكال فاليو وراح نصلها ان شاء الله هذه المرحله. تكتب هذا الإعاز اللي هو الان تي اف 2 ستيدي سبيس، لان انا عندي ترانسفير فانكشن اريد احولها الى ستيدي سبيس. راح ينطيني الاي بي والسي دي، انا مسميها هنا اي بي بي، هاي اي اسم تسميها انت ما بيها مشكله. الان اذا نرجع الى الماتلاب شوف هذه البرنامج. طبعا لازم تستخدم إعاز اسمه سيمز. هذا ده تشوفونه مو باباتي، هذا السيمز حتى تعرف السي والال والار على انهم variables. اوكي حتكتب الاي ماتريكس وحتكتب البي والسي والدي، تنطي الإعاز. الان اذا اقول له انفذ الإعاز شوفوا باباتي هذا الواي واي انا مسميه انطاني شنو هو الترانسفير فانكشن. هذه اوكي هذا اريدكم كليتكم تتعاملون ويا هذه وتنفذونها لانه تحتاجوها. اوكي واضحه باباتي؟ الان نجي الى شيء هذا السيمولينك، هذا ايضا بالماتلاب موجود. هذا انا دا اوضح لكم اياها، هذه انا ما راح امتحنكم بها ولا مطلوبه من عندكم، هذه الك حتى من تحل تروح تشيك الحل مالتك صح، من تحول بين الترانسفير فانكشن والستدي سبيس، من الستدي سبيس للترانسفير فانكشن اكو عندك فد وسيله تشيك بها. الماتلاب افضل وسيله. اوكي هذه ممكن تتعاملوا بها، نعطيكم هوم ورك انه تسوي ابلمنت للبروجرام وتقارن ما بيناتهم. اوكي هذا الاسبوع الجاي حننزل لكم اياه كهوم ورك، تنفذ البرنامج هذا وتنفذ هذا البرنامج وتقارن لي بيناتهم. اوكي الان راح نجي نشرح هذا التحويل اناليتيكالي، حل باليد. شلون باليد اني اقدر اول ما راح نشتق شلون حنحول، شنو المعادله اللي تحول لي من الستدي سبيس للترانسفير فانكشن، شلون اوجدها، شلون اوجد التي اف من الاي بي سي دي، عندي فقط دول الماتريسيز شلون احلل. راح نبدي، ركزوا باباتي وياي، الاشتقاق سهل جدا لكن بس واحد يركز. ايش عندي اني؟ عندي بالستدي سبيس دول المعادلتين تمام، اللي هم الاكس دوت يساوي اي اكس بلس بي يو، وعندي هنا الواي يساوي لي سي اكس بلس دي يو. هذه معادله الاوتبوت، هذه معادله الانبوت. الان اجي اخذ لابلاس للمعادلتين، اخذت لهم لابلاس. طبعا هنا اللابلاس لان انا عندي اكس دوت فلازم سي اكس ماينس شنو هو اكس اوف زيرو لانه انيشال كونديشن. بعدها راح افرض انه الانيشال كونديشن مالتي زيرو، فحيتكنسل عندي هذا التيرم، حتتحول هذه المعادله يروح من الاكس اوف زيرو، فايش بقى عندي؟ اس اكس اوف اس، وانقل الاكس اوف اس هذا من هنا لهذا الطرف حتى يكون فقط بهذا الطرف الاكس اوف اس، فراح يكون الاس اكس اوف اس ماينس الاي اكس اوف اس يساوي للبي يو اوف اس. هذه المعادله، هذا اقدر اكتبها بغير فورم، فورمة الماتريسيز، هذه على شكل variables حتى اوحدها ويا الماتريسيز. راح تكون الاس هي عبارة عن الاس في الاي، الاي هي شنو هي اليونيتي ماتريكس، يونيتي ماتريكس بقدر الاوردر مالت الاي. اذا انا عندي سيستم سكند اوردر راح يكون الايدنتي ماتريكس هو سكند اوردر. من يقدر يرد لي هسه
الايدنتيتي ماتريكس السكند اوردر شلون شكلها؟ منو يا سبع الدكتور راح يصير 2 شلون يعني راح يصير الماتريكس عباره عن اربع عناصر؟ نعم راح نبدي اي اي تساوينا افتح الديتيرمنت مالت الماتريكس هاي ال2 سكوير رد لي ال1 1 شنو هو اول بارامتر ايش قد يساوي دكتور؟ هي اذا يونيتي ايه يعني دكتور اليونيتي تقصد بها كارقام لو كتعابير يعني حتى لا لا ارقام اريدها ارقام اليونيتي ماتريكس الان من اقول يونيتي ماتريكس 2 في 2 شنو هن البارامترز مالتها هن واحد وناقص واحد وناقص واحد بواحد وناقص واحد بواحد راح تصير هاي هاي انتم محمد امين ومحمد عبد اللطيف تحكون وياي مو انا اكرم اكرم بعد غيرهم صف ثالث اريد ايدنتيتي ماتريكس 2 في 2 ها اكو حد يعرف طبعا محمد واكرم اثنينكم خطا اكو غيرهم اكتبوا على الانترنت من يمكم الايدنتيتي ماتريكس 2 في 2 ايش قد باباتي الايدنتيتي ماتريكس هي عباره عن ماتريكس كل البارامترز بيها زيروز باستثناء الدايجونال الدايجونال اللي هو خط جاي من ال1 1 الى الان ان كله وان نات لذلك يسمونها ايدنتيتي ماتريكس فمن اقول ايدنتيتي ماتريكس و2 في 2 اليوم ما اقدر اكتب لكم لان لازم اشير من الموبايل وانا دا على الاسبوع القادم فش راح تكون تساوي 1 0 0 1 1 اي من ين ناقص واحد ماكو بال ايدنتيتي ماتريكس ناقص واحد اريد ايدنتيتي ماتريكس 3 في 3 ايش حتكون حتكون 1 0 0 0 1 0 0 0 1 وهكذا الدايجونال تعرفون شنو الدايجونال مو اي القطري اي هذا القطر اللي هو بادي من الاي اوف 1 1 الى الاي اوف ان ان هذا هو 1 نوت فهاي اللي راح نستخدمه احنا هنا راح تكون S في Identity Matrix I ناقص A لكن هاي الـ Identity Matrix لازم تعرف هي بجد الـ Order مالت الـ A Matrix إذن هذه أول معادلة صفيناها بهالشكل هذا SI minus A مضروبة بالـ X of S تساوي الـ B في الـ U of S بعدها راح نجي هاي الـ Y الواي يعني ايش عندي؟ عندي سي اكس بلس دي يو تمام؟ اللي قبلها هذه سي اكس بلس دي يو عوضت هذا الاكس مالتي بهذا الاكس فايش صار؟ صار الواي يساوي سي اس اي ماينس اي الانفيرس لانه ضربتها حتى اوجد هذا الاكس اوف اس اني هاي المعادله شلون استخرجها من هاي اضرب في اس اي ماينس اي الانفيرس فراح تكون هنا فقط اكس اوف اس وهنا حتنضرب في اس اي ماينس اي الكل انفيرس فوجدت هاي الاكس اوف اس عوضتها بالواي صار عندي هذا اني شريد اني اريد الجي اوف اكس الجي اوف اس اللي هي الترانسفير فانكشن الواي اوفر اليو فإذا عندي هذه فقط أقسم على الـ U of S راح تكون الـ Y على الـ U of S وهذا عندي الترم إذا الـ Transfer Function مالتي هي هاي الـ C Matrix مضروبة في الـ SI minus الـ A الـ Inverse في الـ B plus الـ D هذا الفور باباتي هو اللي يحول لي من الـ Steady Space إلى الـ Transfer Function اللي هو يستخدم الماتلاب لذلك الماتلاب شن طيته آني؟ طيته A و B و C و D انطاني الـ Transfer Function راح ناخذ عليها أمثلة هواية أكو شيء اسمه Q Matrix اللي هو هذه كلها الـ G Matrix وراح نتعرف عليها بعد شوية هذا هو Block Diagram لي
الحكي مالتنا السابق. انا عندي بي بس هنا انا جنرال بي ان الان ان من الوان الى الانفينيتي. اذا ناخذ 2 الان مالتنا فش قد حتكون؟ حتكون بي 1 بي 2 يعني فقط اثنين الابعاد مالتها 2 رو 1 كولوم. نجي للاي الاي ايش قد؟ الاي 2 في 2 معناته فقط اي 1 واي 2 الان احنا واصلين للعين هذا نقاط الى العين. اذا كان عندي اي 1 اي 2 هذه وهذه فقط وعندي شنو لان عندي 2 ديفرنشال ايكويشن لكل ديفرنشال ايكويشن اكامل مره فحيكون عندي تكامل هنا وتكامل هنا وينتج الواي. هذا بلوك دايجرام للتحويل مالتي للكيو اوف اس ماتريكس. الان احنا عندنا شغله بالانبوت اذا كان الانبوت بي دوت فش حيكون؟ ما حيكون اليو مباشره ينوجد مثل اللي قبله لانه هناك اليو واحد. فاذا انا عندي هذه المعادله اللي هي اول معادله حكينا عليها بالبدايه انا بس مسوي لكم اياها من هناك جايبها مخليها هذه عندي هيك معادله احنا بالبدايه اخذناها الاي نوت واي اوف ان بلس الاي 1 الواي اوف ان ماينس 1 الى الاي ان واي. هذا شنو ايش يسمونه؟ بولينوميال. يساوي يجينا الانبوت البي نوت اكس اوف ام البي 1 اكس اوف ام ماينس 1 الى وين البي ام اكس. ايش عندنا شرط قلنا تذكرونه؟ قلنا شنو هو هذا الشرط؟ الان اكبر او يساوي الام. من يقول لي ليش يا بطل؟ ها دكتور حتى ما يصير لدينتي. نعم حتى ما يصير لدينتي. عافية. حتى هذا السيستم نخرج من عنده الريدانسي سيستم. اي سيستم بي النمبر اوف انبوت اكثر من النمبر اوف اوتبوت ما حينحال. سوري بالعكس النمبر اوف اوتبوت اكثر من النمبر اوف انبوت ما حينحال. اوكي لذلك لازم الان هي اكبر او يساوي الام. فنجي شلون نتعامل ويا هذا اذا كان عندي هنا بولينوميال. اذا عندي البيات هاي ايضا بولينوميال فراح يكون الاكس 1 بدل ما كان يساوي واي سابقا وقلنا هو الاكس 1 يساوي واي تذكرون مو اللي سالتون عليها بالبدايه راح يكون هو هذه معادلات ستاندر لازم تتعامل وياها. اذا بقى الامتحان الالكتروني عادي تنقلونها من الشيت تخليها قدامك وتحل. واذا الامتحان على الرحله لا لازم تتعلمها تحفظها لازم تكون تتذكرها بالحل. اكس 1 يساوي مو يساوي الواي يساوي الواي ماينس البي نوت يو. وراح بعد شويه نوجد شنو هو البي نوت كابيتال لان انا شو عندي بالمعادله عندي بي نوت سمول وحيفرق حتشوفون بالسلايد القادم ايضا له المعادله. الاكس 2 حتساوي لي الواي دوت ماينس البي نوت كابيتال في اليو دوت ماينس البي 1 في اليو اللي هو من هو معناتها هاي معناتها الاكس 1 دوت ماينس البي 1 يو لان هذا الاكس 1 دوت شوفه هذا هو نفسه بس سوينا دوت وضفنا له من هو للمعادله ماينس البي 1 يو وهكذا الاكس 3 الى الاكس ان. نجي شنو هن البي كابيتال البي نوت والبي 1 والبي 2 البي نوت كابيتال هو يساوي البي نوت اما البي 1 كابيتال هو البي 1 سمول ماينس الاي في البي نوت كابيتال. هاي الاي شوفوها هاي مالت الاوتبوت لذلك حنحسب البيات هاي الكبار الكابيتال بناء على علاقه بين عناصر الاوتبوت والانبوت. كذلك البي 2 كابيتال حتساوي لنا البي 2 سمول ماينس الاي 1 في البي 1 كابيتال ماينس الاي 2
في البي نوت كابيتال وهكذا الى البي ان. الان نقدر نوجد معادله كامله من الاكس 1 دوت الى الاكس ان دوت، هذه هي الستدي سبيس. فصار عندنا تحويل ما بين الستدي سبيس والترانسفير فانكشن. شلون ارجع ارتبهم هذول؟ هاي الفورم اسمها كونيكال فورم، الان حنتعامل وياها فقط. هي باخر شابتر بالسنه هاي اللي هي بالسمستر الثاني ان شاء الله، الله يجعلنا واياكم من اهل السمستر الثاني، راح ناخذ هذا الموضوع ديتيلز. انه حناخذ الكونيكال فورم والانكونيكال فورم. الان هذا الكونيكال فورم، شنو الكونيكال فورم؟ اي ماتريكس بالكونيكال فورم ما عدا الرول الاخير هي شنو؟ هي ايدنتيتي ماتريكس. اما هذا حرف الال شوفوا الكولوم الاول هو زيروز باستثناء الفقره الرقم الباراميتر الاخير هو ماينس اي ان. الرول الاخير هو ماينس اي ان الى ماينس اي 1 والباقي ايدنتيتي ماتريكس مضروبه بالاكس 1 الى الاكس ان. البيات من البي 1 الى البي ان مضروبه باليو. هذا الجنرال اللي حكينا عليها بالبدايه، الاكس دوت يساوي الاي اكس بلس بي يو، والواي يساوي ان سي اكس بلس دي يو. ال سي ثابته بالكونيكال فورم 1 والباقيات زيروز. من يقول لي ليش ثابته 1 والباقي كله زيروز؟ اللي يقول لي ليش الا بلس 1 السعي. ها يا صباح ليش دكتور هي مضروبه باليونيتي ماتريكس؟ لا لها سبب رئيسي قلناه بالبدايه اول ما حكينا، وكان عندكم بيها كونفيوزنج سالتوني عليه بالبدايه. الاوتبوت هو واحد دكتور؟ لا مو واحد يا اكرم، لان انا فارض الواي، لان انا فارض الواي يساوي اكس 1. مو هاي بالبدايه؟ مو هاي بدينا الحل هذا الواي يساوي اكس 1. فاني فارض الواي ما اخذها منين؟ من الستيت الاولى من الاكس 1. اذا افرضها هنا انا الواي تساوي لي اكس ان واقلب الحل بالعكس، ها يجي واحد. هذا طبعا ستاندر هو عرفا تعرفوا عليه اهل السيطره وبداوا يعبرون عن الستيتس بالستيت سبيس بدون من الستيت الاولى. يجي واحد يجوز بعد كم سنه يقول لا انا شفت الحال اذا نقلبه بالعكس نبدي الواي من الاكس ان، فش حيكون السي ماتريكس؟ حتكون 0 0 0 1، الواي يروح بالاخير. واضحه؟ هذا السبب انه انا فارضها، لذلك طلعت شنو هو 1 والباقي كله 0 بلس البي نوت يو ته. واضحه؟ تمام ان شاء الله. هذه تعريفات اللي حكينا عليها، بس دا يجزئ لك من هو الاكس، من هو الاي، من هو البي، من هو السي، من هو الدي. الان نجي هذا طبعا الفاينل اكسبريشن للترانسفير فانكشن هو هذا. الان اذا عندي هذه الدائره اللي هي بال 2 9 اريد اوجد لها الستيت كويشن. هاي شلون اوجد لها؟ فاذا نشوف احنا عندنا هواي لوبس، بس ممكن بالنوت يكون اسهل. ليش؟ لانه ال V1 اذا اريد اعبر عنها هي ال R1 في شنو؟ في ال S I1. اذا ال V1 هو ال R1 D I1 by DT، وكذلك ال V2 وال V3 وال I2 وال I3. اذا صار عندي شقد؟ اربعة باراميترز عرفتهم، وجدت الاكس دوت تساوي لهاية الاي ماتريكس في الاكس بلس البي في اليو، الواي تساوي لي الوان الباقي كلها زيرو، الدي شنو هو؟
زيرو. ليش؟ لأنه أنا عندي هذا سايس سيستم. العملية جدا سهلة. أوكي؟ هذا راجعوا المثال حتشوفون المسألة جدا سهلة. إذا أنا عندي الآن state space وأريد أرجعها transfer function. شرحنا هذا الاشتقاق. الآن حنوجد أمثلة رياضية. مثال رياضي ونحكي عليه. هذا عندي مثال منطيني steady space. منطيني x dot تساوي الاي في الاكس. الاي من هي؟ هاي 0 1 ناقص 10 ناقص 7 والبي هو 0 ب 1 والسي هو 1 0. الدي ما عندي، الدي 0 لان هذا سايس. شلون اوجد الترانسفير فانكشن مال هذا السيستم؟ راح نجي عندنا معادله شو تقول؟ الاس اي ماينس الاي لازم نوجد لها الانفيرس. فاول مره اجي اشكلها الاس مضروبه بالايدنتيتي ماتريكس اللي هي هاي 1001 تمام ماينس شنو الاي اللي هي من هي هاي الاي 01 ناقص 10 ناقص 7 يساوي لي الان هذول فقط اوجدهم الاس في الواحد اس هذول الزيروز وهذا اس ننقصها من هاي فراح يكون اس ناقص صفر اس هنا زيرو ناقص واحد ناقص واحد هنا ناقص ناقص عشرة عشرة هنا راح تكون اس ناقص ناقص سبعة حتكون اس زائد سبعة تمام واضحة لهنا واضحة هذه هسه نعم. هذه الماتريكس شوفوها هي هذا الفورم اس اي ماينس اي وجدناه الان اريد اوجد لها الانفيرس هاي شلون اوجد لها الانفيرس الانفيرس عندنا معادله تقول الانفيرس تساوي الادجوينت على الديترمنت صح شلون اوجد الديترمنت هاي ماتريكس 2 في 2 ماتريكس الديترمنت مالتها طرفين بالوسطين يعني اضرب الاس في الاس زائد 7 اي دي الناقص 1 في العشرة ايش حتكون اس سكوير بلس 7 اس بلس 10 لانه هي ناقص ويجيها الناقص مال ناقص 1 في العشرة فتصير بلس 10 فحيكون عندي الديترمنت قد اس سكوير بلس 7 اس بلس 10 هذه الادجوينت شلون وجدناها؟ اكو معادلة عندي تقول الادجوينت يساوي شنو هو؟ هو الترانسبورتيشن مالت الكوفاكتر تتذكرون هاي السؤال في الماتريسيز لو ما تتذكرونها باباتي؟ زين هذه ان شاء الله انا حشرح لكم اياها الان بس افعل مالت القلم بعدين اذا صعبة عليكم احل لكم اياها على الشاشه بس الان خلينا نحكي على المان بجزء ثاني بالمحاضره بلكي يشتغل الكتابه العمليه سهله الكوفاكتر شنو هو باباتي الكوفاكتر هو السب ماتريكس السب ماتريكس هسه انا عندي هذا يسمونه اي اوف 1 1 هذا الواحد ناقص واحد يسمونه الاي اوف 1 2 لان هنا 2 كولوم و2 رو هنا العشرة هي الاي 2 1 وهنا الاس بلس 7 هي الاي اوف 2 2 الكوفاكتر هو يشكل الفورم جديد مال الماتريكس يبدي هنا بالبدايه ياخذ الاي اوف 2 2 اللي بعدها هو ناقص الاي اوف 2 1 الجوها يكون الاي of ال 1 2 اللي بعده يكون ال a of 1 1 لكن بوزيتيف اللي قبله نيجاتيف فتشوف صارت الادجوينت
وبعدين ياخذ الترانسبورتيشن. الترانسبورتيشن تعرفون شنو؟ انه يقلب الرو كولوم والكولوم رو، وكانه ياخذ يفر الماتريكس بزاويه 90. فتكون الادجوينت هي اس بلس 7 الواحد 10 ناقص 10 بالاس. اذا تباوع انقلبت الاشاره مال الناقص 1 وال10. ليش؟ لان هي احنا ايش قلنا احنا؟ هنا هي الاي اوف 2 2، هنا ماينس الاي اوف 2 1، هنا هي الاي ماينس الاي اوف 1 2، هنا هي الاي اوف 1 1، واقلبهن. فتشكلت الادجوينت بهالشكل هذا. الان اوجد الانفيرس، الادجوينت عد التيرمن، فوجدناها. بعد ما وجدناها لازم بيش نضربها؟ ندخلها بهاي المعادله الرئيسيه اللي حكينا عليها قبل شويه، اللي اشتقيناها، اللي هي هاي السي في هاي الانفيرس في البي بلس الدي يو طبعا، بس احنا الدي ما عندنا. ف نرجع نحقق المعادله هذه. نجي شلون نوجد هاي الفور؟ هاي نوجدها نضرب ال1 0 بهادي حتى تكون شنو؟ حتى تكون 1 رو. فال1 0 في هذا الكولوم فحيكون شنو؟ حيكون اس بلس 7، هذا الرو الاول، البارامتر الاول بالرو الاول. ال1 0 في ال1 اس حيكون جيد 1، فحيكون عندي رو هنا هو عباره عن اس بلس 7 و1 مضروب بهذا ال0 1، حتتكنسل الاس بلس 7 حتنضرب بالزيرو، وال1 في ال1 حيكون 1. وهذا الديترمنت مالتنا اللي وجدناها. فتحول هذا السيستم اللي هو الستدي سبيس الى هاي الفورم مالت الترانسفير فانكشن. دكتور بس الواحد والصفر والصفر والواحد اللي ايه؟ قبل بعد المعادله منين جن ذنين؟ هاي؟ ايه الصفر الواحد والصفر اللي قبله بعد المصفوفة. مو اتفقنا انه نرجع نعوض المعادلة بهاي المعادلة اللي اشتقيناها مالت الجي؟ انا مو اوجد الجي ماتريكس، مو اوجد الجي اوف اس لترانسفير فانكشن. اي احنا بالاشتقاق وجدنا السي، هاي السي ماتريكس، والبي البي ماتريكس. يعني من السؤال ماخذها السي هاي ال1 0، البي هاي ال0 1. اوكي واضحه؟ واضحه يا اكرم؟ ترى الخطوه ثابته، يعني انه ثابته. هذا فورم، هذا فورم لازم نعوض به. الجي اللي هي الترانسفير فانكشن تساوي لي السي مضروبه بالاس اي ماينس الاي الكل انفيرس في البي ماتريكس بلس الدي. الدي زيرو اذا سايسو سيستم فتتكنسل. واضحه؟ واضحة باباتي؟ تمام دكتور، تمام تمام. الآن إذا عندنا الترانسفير فانكشن نريد نرجعها إلى الستدي سبيس. هسا قبل شوية أخذنا الترانسفير فانكشن نحولها إلى الستدي سبيس، الآن بالعكس راح نجي. المسألة سهلة، أنا عندي هذه جنرال ترانسفير فانكشن، اوكي اريد اوجدها بفورم الواي اوفر اليو اوف اس، لان هذا الاوتبوت وهذا الانبوت، فحتكون بهالشكل هذا. هذا الواي راح نجي نفرض احنا راح نوجد اللابلاس على شكل الاي اوف تي والاي اوف دوت اوف تي والاي اوف دبل دوت اوف تي، راح نوجدهن على ان نفرضهن على انه هن الاكس 1 هو الاي اوف تي والاكس 2 هو الاكس 1 دوت اللي هو الاي دوت، والاكس 3 هو الاكس 2 دوت اللي هو يساوي للاي دبل دوت. وهذه فرضيات لازم نفرضها الى الاي ان لباور ان. إذا أنا الآن شكلت الـ X1 دوت مالتي إلى
ال x of n حتى أوجد الكونيكال فورم هذه، فحتكون البيات هذه، وهذه البي ماتريكس الانبوت، وهذه الفورم النهائية. هاي طبعا مو فارزة باباتي، هاي خطأ مطبعي، هاي دوت، لأن احنا x او دوت تساوي للاي اكس بلس البي يو، والواي تساوي للسي اكس بلس دي يو. احنا ده نحكي على سايسو سيستم، فكنسلنا الدي. هذا جنرال فورم مالت الترانسفير فانكشن. الان هذا عندي مثال، هذا نفس اللي اخذناه قبل شويه، هذه البي الاي والبي والسي والدي. اذا اريد اوجد لها الترانسفير فانكشن حتكون بهالشكل هذا. هذه الفاي ماتريكس مالتي، شوفوا هذه هي مجزأة، لأن هو هذا الماتريكس من تقسمها على هذا الديترمنت، معناته ده تقسم كل عنصر على الديترمنت. هاي ليش حنوجدها؟ هاي حنسوي لها هنا، ناخذ الروتس، ناخذ لها الانفيرس، نرجعها للتايم. هذه الروتس مالتها شنو هي؟ بالتجربة الاس سكوير بلس 7 اس بلس 10 هي اس اوف 2 مضروبة بالاس اوف 5، واضحة. توجد لها الروتس بالبارشال فراكشن اللي اخذناه العام، حنوجد ال 5 و 2 وهنا حتكون 1 ب 1 حسب هذه القيم، فحيكون عندنا هذا الفور. هاي مضروبة في ثلث، هاي مضروبة بثلث، هاي ب 10 على 3، هاي ب 1 على 3. الان هذا حنوجد له شنو هو؟ لابلاس انفيرس. اللابلاس انفيرس مال هذا شنو هو؟ 5 اكسبوننشال ماينس 2، هذا ماينس 2 اكسبوننشال الماينس 5، وهكذا. وجدنا له الفاي اوف تي. الان ممكن اطلع الاوتبوت الفاينل. هذا الشغل مال الاوتبوت اوف تايم هذا ما مطلوب من عندكم الان بهاي المرحله، لان راح ارجع اخذه بالشابتر الاخير. بس اريد اوصلكم شلون اوجد الواي اوف تي هاي من الترانسفير فانكشن. واضحه باباتي؟ هذا مجرد انه راح ناخذ لها التكامل، وكانه بدنا نسوي لها كورليشن اللي اخذناه العام، حنوجد الانتجرال من الصفر للتي وان كامله، فحتكون النهاية 1 على 10 ناقص السدس اكسبوننشال ماينس 2، لان هذا الثلث حينضرب في 2، وهكذا هذا الثلث حينضرب بال 5 مالت الاكسبوننشال، وهكذا. الان هذه بايش مضروبه؟ هذه مضروبه بال 1 0 لانه بس الستيت الاولى الواي من هاي المعادله سي اوف اكس، السي هو ال 1 0، فحيكون عندي فقط هذا، هذا الزيرو يتكنسل، هذا الرو يبقى عندي بس هذا الرو. هذا الفاينل اكسبريشن الواي اوف تي لما التي اكبر من الزيرو. واضحه باباتي؟ هذه دكتور من فقره التكامل ما مطلوبه؟ ما مطلوبه، هذه الصفحه للاطلاع. ليش؟ هذا حناخذها، هذه الصفحه مال ايجاد التكامل، وهذه هذه الان ما مطلوبه منكم. ليش؟ لان هذه حناخذها ديتيلز بالشابتر الاخير من ماده السيطره. ماده حناخذها اسمها شنو؟ اسمها ستدي سبيس ريبريزنتيشن كنترول سيستم، اخر شيء اخر فصل. اوكي، هذه اللي هي الفاي ماتريكس. هذه الفاي ماتريكس اسمها ستيت ترانزيشن ماتريكس. هاي الستيت ترانزيشن ماتريكس لها بروبرتيز بس حتى يعني تتعرفون عليها، هي حال حال اي ماتريكس. بس شنو هو؟ لان تعامله ويا الاكسبوننشال انطيتكم هاي البارامترز، لان هاي مهمه، يعني هاي البروبرتيز. هذه الفاي اوف زيرو معناتها هي الاكسبوننشال للاي اوف زيرو، معناتها هي ايدنتيتي ماتريكس. الفاي اوف تي لما تكون هي اكسبوننشال للاي اوف تي، اذا لما اخذ لها اضربها في ماينس واخذ لها انفيرس تكون مساويه. هاي مواصفات البروبرتيز، يعني البروبرتيز مالت الماتريسز قوانين.
إذا عندي اثنين بالإكسبونينشال مضروبات ممكن أجمعهم. هذا هاي واحدة من البروبرتيز مالت الإكسبونينشال، بس دمجناها ويا الماتريسيز. لما يكون ويا الان اذا ممكن اضرب اي باراميترز للموجود هو الان اضربه بالتي يكون نفس الشيء. واذا عندي شيفتنج ممكن اضرب الشيفتنج واحد بواحد اجمعهم فيكون لما يكون عندي شيفتنج تي 3 وتي 2 ممكن يكون التي 1 ماينس التي 3. هاي الخاصية السادسة. إذا أنا عندي يعني أوجد ديريفيتيف للفاي هي معناتها الأي في الفاي أوف تي. هذه كلها شنو؟ هذه أنا إذا عندي فاي ماتريكس وعندي الأي فما أحتاج أوجد الديريفيتيف. الديريفيتيف يكون حيل صعب، مجرد أضرب الأي في الفاي نفسها هي الدي فاي. واضحة؟ بالجزء الثاني من المحاضرات اليوم ان شاء الله حناخذ الكومبلكس امبيدنس. اوكي، حنعطيكم استراحه ربع ساعه، حرجع لكم بالعشرة وربع.